لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد ضيفه نادي الأهلي في إياب نهائي عصبة الأبطال على أرض ياس مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وعاد فريق الوداد بخسارة صغيرة ضد نادي الأهلي بعد الهزيمة بهدفين لواحد على أرض ياس استاد القاهرة الدولي، وسيكون فريق الوداد مطالب بالعودة في النسيج ضد الأهلي خلال مواجهة الإياب بالمغرب، وذلك لحسمه لقب عصبة الأبطال للمرة الثانية على التوالي. وتنطلق المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأحد القادم 11 يونيو بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في إياب نهائي عصبة الأبطال على أرض ياس مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الرابعة بالإضافة لقناة الرياضية المغربية تي إن تي.